اهلا وسهلا فيكم. معكم روبي دايركتور جنان ابو مراد. رح يكون معي اليوم طبعا جاري روبي دايركتور، اند رح يكون معي نخبه من الاطباء والصيادله وخبراء تبع المنتجات. رح يشاركوا معنا من السعوديه خبراتهم، رح يشاركوا معنا بعض من الحالات اللي هن اختبروها مع البيشنتس او مع المرضى اللي عندهم اياهم، اند قد ما فينا رح نجرب ناخذ اسئلتكم لحتى يقدروا هن يساعدوكم فيها. انا كثير مبسوطه انه اليوم معنا خبرات الفريق السعودي، لانه هذا الفريق عم يشتغل بجديه صار له حوالي سنتين، صار عندهم كثير 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 كيسز لمعظم حالات من لكل البرودكت. فعطينا نحن هن بيسمعوا خبراتنا اليوم، نحن كتير مبسوطين وكتير فخورين انه عم نسمع خبرات كل هالليدرز وكل هالاكسبرتس من السعودية. فبالبداية بدي رحب فيكم فردا فردا، كمان نحن بانتظار بقية السبيكرز ينضموا. بدي رحب فيكم وبدي اتشكركم لوجودكم اليوم معنا، وبدي اتشكركم للخبرة اللي رح تشاركونا فيها. طبعاً لأنه هيدا الخبرة مش رح تفيد بس الفريق السعودي، رح تفيد كل التيمز وكل العالم اللي عم يحضرونا اليوم، إن كان بهذا الويبينار أو إن كان على فيسبوك. فمشكورين جميعاً دكاترة وصيادلة وليدرز وأكسبرتز، thank you so much for being part of this webinar. guys رح ناخد هلأ كيس جديدة، كيس حدا تاني. رح ناخد دكتور إياد. دكتور إياد هو صيدلي، and دكتور إياد عنده experience مع غير مثلين مع الريزيرف، وعنده experience مع ال AMPM إذا ماني غلطانة، بس هلأ بناخد الexperience تبعه. دكتور إياد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بيك يا أخت جنانة، شرفتنا بوجودك اليوم. الله يحفظك يا رب. دكتور إياد. يس تفضل. أنا الحقيقة اسمي إياد رابعة، أنا صيدلاني، دكتور صيدلاني، وعندي تجربة مع الريزيرف. أنا الحقيقة هحكي عن diabetic patient type 2 اللي هو السكري النوع الثاني. والحقيقة يعني أنا صرت أعاني من هالمرض من فترة طويلة، من 20 سنة، وطبعا صار في ريزيستنت على الانسولين، وكنت عم باخذ انسولين كالم يعني بالانجكشن، وباخذ ادويه حبوب كمان. فالحقيقه انا عانيت منه انه صار في عندي صعوبه بدي اتحكم من الكنترول على مستوى السكر بالدم، وحتى مع الدايت، حتى مع اي شيء كان يعني ما يعني المستوى تقريبا كان يطلع 300-400 وصل، ما قدر نزله ابدا. حاولت كثير يعني، فاخذت الريزيرف، اخذت الريزيرف لفتره. اول شيء اخذته 2 ساشيت بير داي لمده اسبوع، والحقيقه كان حلو جدا يعني، بس اول شيء رفع لي السكر شوي، وبعدين بلش ينزل السكر او يرجع مثل ما كان اول. بعد ما خلصت العلبه الاولى الشهر الاول، مع العلبه الثانيه تفاجات بالارقام. الحقيقه انا كثير كثير سعيد اني بلشت احصل على ارقام من زمان كثير ما شفتها، يعني صرت بدل 300 و400 صرت اشوفها بال 130 140. فالحميه كانت تستجيب يعني، زادت السنسيتيفيتي للانسولين بالتشو. فالحقيقه انه انا قدرت سيطر على السكر بجرد اني استخدمت الريزيرف شهرين. والحقيقه انا يعني طبعا ما فيني اوقف الريزيرف وما فيني اوقف الحميه، لانه اوريدي انا ما حعالج 100% السكري، لانه يعني هو بيضل صعب. بس الحقيقه انه يساعدك انك تتحكم وتسيطر على مستوى الانسولين، مستوى الجلوكوز بالدم، هذا شيء بيصير سهل مع الريزيرف. كمان الشغله بتساعدك انه انت لما تشوف ارقام حلوه بترجعك لايام انه انت كنت مستوى السكر عندك عادي، فبتشجعك انك تستمر بالحميه، وبتشجعك انك تعمل اكسرسايز، بتشجعك انك تتجاوب مع المرض مثل ما انت يعني
بتحس كل ما تحس انك انت عم تحصل على نتيجه، وبالتالي كمان السايد افكت تبع السكر بصير عندك بيرفيرال ديس اوردرز اللي هي التنميل والمشاكل العصبيه، مشاكل الاعصاب، وجع بالرقبه، الباك بين، الركب بالذات الركب، انك ما قادر اطلع على الدرج من كثر ما توجعني الركبي. الحقيقه مع الريزيرف لما نزل السكر كل الالام بجسمي راحت، يعني صرت اطلع على الدرج عادي، صرت اقدر احرك رقبتي مظبوط، كل شيء، نظرك كان تعبان الحقيقه حسن افضل من اول بكثير. فالحقيقه الريزيرف يعني بيساعد انك انت لما تعمل دايت حتكون تقدر تسيطر مع الدايت على السكر، وتقدر تاخر او تمنع حاليا انه ظهور الاعراض تبع الدايبيتك بيشن التايب 2. انا الحقيقه كنا عم نحكي قبل شوي عن موضوعين بهمنا انك تضوي عليهم. اول موضوع شو الفرق بين سكري دايابيتس تايب 1 والتايب 2، وليش الريزيرف عم بيساعد بهذا الموضوع، ليش الريزيرف عم بيفيد بهيدا الحاله؟ تمام. السكري تايب 2 النوع الاول هو بالاصل بيكون في عيب بعدم وجود الانسولين بالدم، البنكرياس نفسه ممكن يكون في نتيجه تعب خلقي او يعني وراثي، فما بعود فيه انسولين، وهذا التايب 1 هو لازم ياخذ فيه الانسولين حكما، يعني لانه هو ما عنده مشكله الا بعدم وجود الانسولين بالدم. اما التايب 2 الانسولين موجود، يعني انت مستوى الانسولين بالدم عم البنكرياس عم تفرز انسولين، بس بيبتدي بتصير حساسيه التشو للانسولين بتصير قليله ما بتعود تدخل، فبالتالي انت بتضطر تاخذ اشياء تدخل الانسولين للخلايا لحتى تحرق السكر. فبتقدر تضطر تاخذ ميتفورمين، تاخذ اشياء ثانيه. فالتايب 2 ببلش بخف حساسيه التشو للانسولين، بعدين بتبلش الانسولين تتليف وتبلش البنكرياس تتليف وتبلش انه تصير تقل الانسولين، ما بتعود تفرز انسولين مثل الاول. فلما تجي بدك تعالج تايب 2 ممكن تتحسن، ممكن تحسن فيه بشكل ملحوظ، اما تايب 1 صعب انك، كثير صعب انك تعالجه، يعني لحد الان ما في. عرفت جاي الفرق بيناتهم؟ فتايب 1 يكون في انسولين والثاني ما في انسولين. ليش بقى الريزيرف؟ ايه ليش الريزيرف بقى، ليش الريزيرف عم يعمل نتيجه كويسه؟ الريزيرف من يعني من اهم اسباب اللي بتسبب الحساسيه، يعني بتخف الحساسيه للانسولين، هن طبعا السمنه، التدخين، والاشياء اللي بتخلي بتمنع هجر دخول الانسولين للخلايا. ومن اهم الاسباب هي اللي هو الجذور الحره الموجوده بالدم اللي هي الفري راديكال. الجذور الحره بتخرب، بتروح على اي تشو بتدمره، بتخرب الاعصاب، بتخرب اي شيء. فالريزيرف هو انتي اوكسيدنت، مضاد سوبر انتي اوكسيدنت الحقيقه، ونتائجه قويه جدا، وممكن تظهر من خلال من اول اسبوع تظهر نتائج. طبعا هي حتظهر من شهر على شهر افضل، بس لما انت تمنع الضرر ويكون المنع الضرر يعني تصليح اكثر من التخريب، فبتبلشي تحسي بالنتائج الكويسه، وتحسي انه في فعلا بلش المريض يتعافى ويرجع للتاريخ اللي قبله اللي كان، فبترجع ذكرياته مع الصحه. فعلا الريزيرف انه كان كويس. شكرا دكتور اياد لمدخلتك، مشكور، وشكرا على الاكسبيرينس اند الخبره، مشكور. ثانك يو سو ماتش. الله يحفظك، تسلم، شكرا، اهلا بيك. رح ناخذ هلا مس ايمان اللولو. مس ايمان كمان عندها خبره مشابهه مع الريزيرف ومع الاي ام بي ام، اكشلي رح تعطي هير اكسبيرينس مع اثنين، مع منتجين، اول منتج ريزيرف وثاني منتج اي ام بي ام. مس ايمان تفضلي. مس ايمان فيك تفتحي انت الميكروفون والكاميرا الخاصه فيك وبتكوني معنا لتقدري تحكي. مدام ايمان باب تفضلي. مش ايمان اللولو دكتور ماجد، هي اسمها ايلو اللولو بس هي اسمها ايمان الباب.
اوكي هي بانلست ايمان، كل اللي عليك تعملي تفتح الكاميرا وتفتح الصوت تتكوني معنا. طيب خلينا ناخذ بهيدا الوقت دكتور ماجد، بناخذ رنا. اوكي اوكي تفضلي مس رنا المعطي. تعرفكم شباب صبايا على مس رنا؟ مس رنا كمان صيدلانية، كمان she is a pharmacist and عندها very good experience مع Zen Body plus عندها amazing experience مع النقارة. So رنا إذا فيك تخبرينا كمان تعملي sharing with your experience. Thank you. Hi جنان، مرحبا، كيفكم؟ أنا رنا معطي، صوتي مبين واضح؟ Yes. أوكي، صيدلانية جديدة executive في شركة جينيس. جربتك معظم من منتجات جينيس صراحة it was really satisfying. بس بدي أحكي على الزين بادي. الزين بادي بعد ما درست التركيبة تاعته it's all natural ingredients، منتجات طبيعية ما إلها side effect، اطمننا إنه نعطيها للclients بمختلف الأعمار. تقريبا بلشت من عمر 16 سنة، كان في حماس 100% مع الكلاينتس لأنه كنا نتابعهم خطوة بخطوة، رد على استفساراتهم، نقيس محيط الخصر كل أسبوع، فكان في شوية حماس ب during the program اللي بلشنا فيه بالزن برايم اللي هو الديتوكس. منبلش ديتوكس ليش؟ لأنه 80% من صحة وجهاز المناعة ببلش من صحة الأمعاء. فنظام الديتوكس بيعتمد على إنه ثلاث مراحل اللي هو cut, clean و cut the blood و clean the system و flush the toxins from the body. بهاي المرحلة الكلاينت بيخسر من 4-8 سنتي من محيط الخصر، وبيخسروا دهون مش بيخسر وزن، لأنه عم بينزل من الفات سيلز، بتروح التوكسينز من حوالين الفات سيلز. دكتور رنا، أنت هيك صار مع البيشنز تبعي؟ بالضبط بالضبط. أنا عندي 2 كلاينتس من أول أسبوع. طبعاً إحنا بلشنا بالبرايم بالأول أسبوع، في واحدة كانت نان سموكر بس أسبوع ديتوكس، والتانية كان سموكر فأخذ 2 ويكس أوف ديتوكس. فكان نظام غذائي طبعا خاص، ما بنقدر نحن نبلش حبوب مع نظام غذائي العادي، فانت بتعطي نظام غذائي سبيشال لهذا البروجرام. الحلو انه في وحده من الكلاينتس لما بلشت ديتوكس كان عندها وجع راس مستمر، وهي كانت شاكه انه هي عندها حساسيه من الحليب. ف when you detox the system انت برضه بتعملي كت للديري برودكتس، فهي من يوم بلشت الديتوكس وجع الراس اختفى من عندها، فهي كتير كتير مبسوطة على هذا الموضوع. شكرا دكتور رنا. كان عندك اكسبيرينس مع النقارة؟ بس بعد ما نخلص ديتوكس نبلش الإجنايت فيز ونظام غذائي مختلف كمان. هلأ البيشنت نزلوا، أو خلينا نحكي الكلاينتس نزلوا من 10-12 كيلو بخمس أسابيع. بعدين منبلش فيوز مع فت، طبعاً منعطي نارة معاه لصحة الجلد، للفاين لاينز، للترهلات اللي بتصير. فالنارة كتير 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 ممتاز بمرحلة، ممكن نضيفه برضو بمرحلة الزين بادي. ممكن الكلاينت ياخد ديتوكس حتى لو ما بده ينزل ويت كتير، to clean the system only. Perfect. Thank you دكتور رنا. It's been a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you. For your test. رح ناخذ هلا مداخلة كمان سريعة على ما أظن عم تزور مع مستر زهير اللولو. الله يسلمك. زهير ويلكم. إذا فيك على السريع تشاركنا كمان خبرتك. مرحبا، مساء الخير، كيفكم جميعا؟ أنا عندي خبرتي على الريزيرف، كانت بشتكي من ألام بالكلى من واحد الثنتين، كليات الاثنين كان عندي ألم كبير، يعني دائما ما بعرف أنام منه من كتر الألم، عانيت منه أكثر من 6 شهور. فلما تعرفت على الشركة طلبت أنا ريزيرف وأخذته خلال شهر كامل الباكج، وبعد ما خلص الشهر 4-5 أيام الألم تماما اختفى. هذا الحكي من سنتين، فيعني
طبعا انا ما كنت مشيك ولا فاحص، بس انه كثير قالوا لي انه الالم تبعك في الكلى، ولكن كتر الالم اني انا بعاني منه انه ما بعرف لا انام ولا بعرف اني انا اتحرك كويس منه. وسبحان الله بعد ما اخذت الريزيرف اختفى تماما الالم هذا الحكي من سنتين. فكتير اصحابي بعدها لما انا بحكي لهم هذا الكلام، ناس بتعاني من الامراض في الكلى اتحسن عندهم اشياء كتير، منهم الكرياتينين كمان، في ناس منهم عندي حالات ما شاء الله يعني نقص الكرياتينين من تقريبا 4.8 ل 1.5. فكانت هذه يعني خبرتي في الريزيرف، وفي اشياء تانية بس انا حبيت احكي بس عن الريزيرف. Thank you Mr. Zohair. Thank you so much للمشاركة. التوفيق لكم جميعا. شكرا. دكتور ماجد، فينا نتأكد إذا دكتور رغد موجودة معنا؟ تمر حسيني موجودة. ناخذ سمر حسيني وبعدها دكتورة رغد. أوكي، لأن ما عم لقيها أنا لدكتور رغد، فإذا ممكن تتواصل معه وتعطينا خبرتها عمول تعطيني قادر أتواصل عليه عمول معروف. يلا ياخذ سمر بعدها رغد. يلا تفضلي سمر حسين. تفضلي سمر، يور اكسبيرينس. السلام عليكم، كيفكم؟ سامعيني؟ تفضلي. يس. طيب مسموع، الكاميرا مقفله. انا مش عارف سمر. اها بحاول افتحها يا دكتور. اتس اوكي، تفضلي سمر، هلا انا بزبط لك اياها. طيب اوكي. الحكايه ان انا بقالي 15 سنه كنت بعاني من الم في العمود الفقري وكده، والم شديده جدا، وما كنتش اعرف ايه الا لما عملت رنين مغناطيسي. عملت رنين لقيت عندي 3 انزلاقات في العمود الفقري وخشونه كامل العمود الفقري، وانزلاق في الرقبه خطير جدا، وبرضه خشونه كامله في الرقبه يعني. المهم انه انا اخذت ادويه كتيره جدا يعني. فانا شغلي عندي صالون في مصر وكده، ما اقدرش ان انا كتير ما كنتش بقدر اقف اشتغل علشان رجلي اليسار كانت ما بتتحملنيش، كنت فجاه بقع في الارض. المهم انه اخدت ادويه كتير في الاخر. طبعا خدت كورتيزون، قعدت سنه ونص تقريبا على الكورتيزون. اخدت كورتيزون بين العظم وبعضه وبين المفصل في ايدي اليمين عشان اقدر انام، لانه ما كنتش بنام ابدا. المهم اخر كلام مع الدكاتره، اما تدخلي عمليات، عمليات يعني للعمود الفقري، ممكن عمليتين اقل شيء، واحده في الرقبه وواحده وفي الظهر. فانا رفضت وجيت قعدت هنا في السعوديه سنه. تاني سنه شفت شركه جونس، فشفت قلت اخدت الريزيرف والاي ام والبي ام بالضبط. يعني انا طبعا الرنين كان مبين الانزلاقات ومبين شد عضلي كامل في كامل الجسم، بيجيني في اي مكان وفي اي وقت، والتهاب كامل في الاعصاب، ما كنتش بقدر امسك حتى المعلقه يعني. المهم اللهم لك الحمد خدت الريزيرف والاي ام والبي ام. صراحه فرق معايا كتير كتير. كنت انا اصلا وانا بستلم الطلبيه كنت من كتر الالم وانا جالسه يعني جالسه منتظر، مش بقول لهم انتوا نصابين يعني، من كتر الالم انا يعني مش قادر. المهم سبحان الله لما اخذته هو اسبوع واحد فرق كتير جدا في حياتي يعني، انا بعتبره فرق في حياتي. اتحسنت كتير 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 يعني، كميه الالتهابات اللي في ظهري واللي كانت في جسمي كلها اللي ما كانتش بتخليني اقدر اقف، الحمد لله دلوقتي بقيت بمشي بعد ما كانت رجلي الشمال اللي هي اليسار دي ما بتمشيش ابدا، الحمد لله يعني كنت بجرها جر يعني، الحمد لله اتحسنت، بقيت امشي كويس، بقيت انام كويس، ما كنتش بنام ابدا. كان في حبايه في ايدي اليسار برزع فوق الجلد وتحت الجلد لها عمق، ما شاء الله دي راحت. اخذت طبعا انا اخذت الريزيرف في شهرين وكان مع الاي ام والبي ام، وبعد الشهرين خدت فينيتي ان شاء الله تبارك الله. يعني انا بنصح يعني كل بشوفهم بكلمهم على ده، حتى ايمان الباب لما والدها كان داخل عمليات قلت لها ما تدخليهوش عمليات، اديله ريزيرف واي ام وبي ام، وبعد اسبوع يا ايمان كلميني وان شاء الله يتحسن. وبالفعل فعلا اتحسن، لان احنا معظم مشاكلنا التهابات بسبب الانزلاق يعني، هو ده اللي انا فهمته من الدكتور. طبعا كل الدكاتره نصحوني ان انا انام،
وخلاص هاخد بس مسكنات ومراهم وده هو ده علاجي. طبعا انا كنت بموت يوميا لألم شديد ما بيخفش وعلى طول اخد باسط عضلات وعلى طول اخد مسكنات، فخلاص تعبت كتير يعني، فاللهم لك الحمد يعني. دي حكايتي مع جونيس. سمر شكرا ان شاء الله تضل على تحسن يا رب لقدام. شكرا جزيلا للمسكنتك بتجنن. ثانك يو سلام دكتور مجد. ناخذ هلا صفاء كمان رح تحكي عن اكسبيرينس مايند، مزبوط؟ اه يلا اوكي. لو انا رغده، دكتور رغده جاهزه؟ ناخذ صفاء عبال ما نجهز الدكتور رغده. يلا تفضلي صفاء. صفاء معانا؟ صفاء بس تفتحي المايكروفون والفيديو بصير فيك تحكي. طيب هاتي دكتورة رغدة. ما عم لقيها لدكتور رغدة على ما أظن، بعثت لي موجودة. موجودة موجودة. مساء الخير. مساء النور. ارفع صوتك يا صفاء. هو حضرتك تقصدني أنا؟ لا صفاء المدهون. تمام. أنا لسه جديدة فلسه ما عنديش تجارب. أنا بسمع. أهلا وسهلا. لا أهلا وسهلا. طيب دكتورة رغدة والدكتور صبحي اثنيناتهم ما عم لقيهم. دكتور رغدة ودكتور صبحي إذا ممكن تعملوا لقيهم. موجودين. ممكن تبعت لي الاسم تبعهم لأنه اثنيناتهم مكتوب بالعربي. دكتور صبحي ورغدة مكتوب بالإنجليزي. صبحي لقيتك دكتور صبحي. Thank you so much. عملتك panelist. فيك تفتح الميكروفون وتشارك خبرتك. كمان دكتور صبحي فارماسيست صيدلي، ويا ريت تشاركنا كمان دكتور خبرتك. دكتور صبحي تفضل. دكتور صبحي ما عم نسمعك. في بدك تفتح الميكروفون، في كبسة على السيلولار الميكروفون بدك تفتحها. تحكوا مسموع الآن الصوت؟ يس تفضل. تفضل. ثانك يو. عشان ما ناخذ وقت زيادة، عندي تجربة مع شخصين مسنين زوجين. الزوجة عمرها 70 سنة، بتعاني من السكري وضغط وألم مفاصل وتقرحات حتى بالمعدة والمريء، والزوج عمره 80 سنة أيضا سكري وضغط وألم مفاصل ويعني مشاكل عدة اللي هي مشاكل الشيخوخة في هذا السن. طبعا هم بعيدين خارج جدة، لكن ابنهم في جدة بيتواصل معي عن طريق شخص من فريقي، طلب انه نساعدهم بمنتجات او مكملات غذائيه بالاضافه للادويه اللي بياخذوها. انا عاده دائما بطلب اذا شخص بيسال ماذا استخدم من جنس، لازم نساله قبلها ايش الامراض اللي عندك، ايش المشاكل الموجوده عندك، ايش الادويه اللي بتاخذها، واذا في تحاليل او تقارير طبيه بناخذها وبنشوف الوضع عشان نقول له تفضل استعمل المنتجات التاليه. فحقيقة بعد ما شفنا وطلبنا كل الأدوية اللي بياخدوها، وصفتها أو كلمت ابنهم، يعطي الأم أمه أو الزوجة يعطيها الريزيرف مع الاي ام والبي ام لمدة 3 شهور، ويعطي الأب ريزيرف مع فينيتي لمدة أيضا 3 شهور. الحمد لله بعد الشهر الأول من استعمال المنتجات، حتى أقل من الشهر، هو طبعا كلمنا بعد شهر لأن هو الابن في جدة وهم خارج مدينة جدة بحوالي يمكن 700 كيلو أو شيء أو أكثر شوية. فقال أمي لأول مرة تنام نوما عميقا وكافيا، يعني كانت هي بالإضافة للضغط والسكري تعاني من قلة النوم والأرق والتعب، فقال أصبحت تنام جيدا وفي النهار أصبحت نشيطة وبدأ عندها البريد دائما اللي عنده سكري بيحس نفسه انه كويس، انه حاسه نفسها نشيطه، حاسه نفسها مور يعني بتقدر تتحرك في البيت وتصلي
وتقوم وتمشي وتستغل عن الكرسي في الركوع والسجود وهكذا. ونفس الشيء بالنسبة للأب أيضا، شعر بأنه في تحسن كبير جدا في النشاط في الحركة، حتى أصحابه الشياب اللي بيقعدوا معهم بيقولوا إنك إيش تأخذ أنت من ورانا، إيش عامل في نفسك، وإيش عطنا علمنا وإيش تسوي أنت عشان نسوي زيك. فالحقيقة إنه هذول النماذج بدينا فيهم، أنا بدأت فيهم مع بداية ما سجلت في جينيس من 3 أشهر، والآن انتهت 3 شهور وكرروا الطلبية مرة تانية. يعني الآن شغل، أنا قلت لهم ما في مشكلة إذا استمريتوا على استعمال المنتجات لمدة أكثر من 3 شهور، بالذات فينيتي يحتاج إلى 6 شهور أو أكثر كمان، 9 شهور ومور لحد سنة. فالآن هم الآن في الكورس يعني بعدوا 3 شهور و4 شهور، الآن هم في الشهر الخامس تقريباً بياخذوا المنتجات وجدا مبسوطين، وأنا منتظر منهم يمكن آخر الشهر هذا أو next week أو الشهر الجاي يعملوا أوردر جديد أو طلبية جديدة، ويكون كمان اللي حواليهم يكرروا أو يماثلوا التجربة تبعتهم لكي يستفيدوا وتتحسن عندهم يعني الضغط. الحمد لله دكتور صبحي، طلبت التقارير منهم الجديدة الحالية الآن، فإن شاء الله توصلنا وأوريكم إياها وأعرضها عليكم ونقارن النتائج ما قبل الاستعمال وما بعد الاستعمال، لأنه هذه ضرورية من شروط. شكراً دكتور صبحي، شكراً على مدخلتك، شكراً جزيلاً، مشكور. ما في أسئلة ولا أجوبة؟ حكيتني دكتور رغد، دكتور رغد هي طبيبة أطفال موجودة معنا، كانت اليوم بدها تطلع وتشارك خبرتها بكذا برودكت منهم ريزيرف ولومينس وايام بي ام، ولكن دكتور رغد صار عندهم حالة طارئة بالمستشفى فتم استدعائها للمستشفى، فبالتالي دكتور رغد ان الله راد رح اطلب منها تسجل فيديو كل هالخبرات وكل الاكسبيرينس بالمنتجات، ورح اطلب منها تبعث لنا اياها فيديو ونبعث لكم اياها على كل الجروبات، هيك ما بنكون خسرنا المشاركه تبع دكتور رغد. دكتور ماجد، في اي حدا بعد بده يحكي لنختم هيدا السكشن وننتقل على اخر سكشن واللي هي كيف ننهي هيدا الشهر او اللي هو اول شهر من 90 دايز، واي عروضات رح تخلص هيدا الشهر واي عروضات ممكن تبين تبلش الشهر الجاي؟ لا خلاص، المجموعه كلهم ساهموا الحمد لله، باقي انا اتكلم عن 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 الريزيرف. من سنتين من اول مره كنت استخدمت الريزيرف، الحمد لله لم امرض، تخيل لم امرض حتى الان، انا 2 و3 شهور تقريبا باخذ ريزيرف، اخذته 3 مرات بس او 3 كراتين. كنت زمان كان عندي مرض دائما يجيني انه كل ما اشرب ميه بارده على طول التهاب الوز، اقعد طريح الفراش 3 ايام ما اقدر اتحرك، فما بعرف، انا اخذته احتياطي ما اخذته لمرض معين، اخذته قلت عشان انا متين وكذا ما بدي يصير عندي كوليسترول او جلطات او الاخره، سبحان الله كيف اشتغل في عده اشياء، الام الظهر راحت، اي امراض انتهت، من 2 و3 شهور لم امرض الحمد لله، وهذه نعمه كبيره. اشكرك جنان، تفضلي. شكرا دكتور ماجد، شكرا جميعا، بتمنى انكم استفدتوا على التريننج اليوم، هيدي بس عينه جدا صغيره من الخبرات اللي عم بتصير معنا مع الريزيرف، مع المنتجات، مع الاي ام بي ام، مع الفينيتي، مع كل البرودكتس تبع جنس. ويا ريت دكتور رغد كانت معنا، بس بوعدكم انه مرت الجاي رح نجيب التفاصيل من دكتور رغد لحتى ناخذ بقيه الاستفسارات.